في إطار حماية المواطن وممتلكاته، تمكن أفراد الفرقة الإقليمية الدرك الوطني بوقادير من توقيف شخص في عقده السابع يمتهن العرافة والتنبؤ بالغيب مع النصب والاحتيال على ضحاياه بسلبهم أموالهم. بناء على ما المتأكد واردة إلى الفرقة الإقليمية الدرك الوطني بوقادير، مفادها قيام شخص بمؤسسة سحر وشعوذة مستغلا في ذلك مسكنه الخاص مع النصب والاحتيال على ضحاياه بإيهامه على أنه راقي شرعي ليسلبهم أموالهم. وبعد استيفاء الإجراءات القانونية تم تفتيش مسكن المشتبه فيه، حيث تم توقيفه مع حجز عدة أغراض كان يستعملها في ممارسة الشعوذة والمتمثلة في مخطوطات وطلاسم، قصاصات ورقية مكتوب عليها أسماء الأشخاص مجهولين، زيوت وعقاقير، جلود الحيوانات، كتب للشعوذة، أقلام الكتابة مع الحبر. كلنا خرجوا دكتور.